حلوين ويا أهلا وسهلا فيكم في اليوم 15 من رمضان. طبعا الحمد لله رجعت بعد غياب تقريبا يومين، لا 3 أو 4 أيام تقريبا ما صورت فيديوهات بسبب المرض. طبعا انتوا عارفين في نهاية الفلوقات آخر فلوقات قلت لكم إن حمود كان مريض، بعدين عدلتين، بعدين لاتين عادتني، وانا كنت اشدهم مرضا ما قدرت اقوم الا لما اخذت مضاد حيوي. فاليوم الحمد لله احس نفسي كويسه، فقلت ارجع اصور لكم يوميات رمضان. فالحمد لله اليوم اجازه، ما عندنا مدارس، ما وصلت مدارس ولا اي حاجه، وحاليا الساعه 3 الظهر، فقلت اجلس اقرا قران شويه وبعدين بنزل اغسل السياره، والعصر ان شاء الله نهايه العصر حنزل اسوي الفطور. اليوم مره خفيف، حاجه مره بسيطه، فعشان كده عندي وقت انه اغسل السياره واسوي كل حاجه. فيلا بينا خلينا نقرا قران وبعدين ننزل نغسل السياره الجميله. شايفين كيف صارت زي الزفت والله العظيم، شوفوا هنا كيف عصير. فدحين اول حاجه حرمي كل الزباي اللي جوتها، وبعدين حكنسها، وبعدين حبدا امسح الاماكن اللي هنا كلها المغبره، واخر شيء حغسلها من برا. شوفوا هذه البخاختين جابت لي هي ماما، ما ادري ليش تستخدم، بس انه يعني حستخدمهم دحين. طبعا انا ما اعرف استخدمهم، حشوف طريقه الاستخدام وحجربهم. أمانة إيش رأيكم؟ شوف كيف غسلتها كاملة، صح مو تنظيف مرة قوي، بس مهم إني نظفتها، يعني على الأقل شكلي إن كيت بتبان نظيفة. ومرة متعبة خلاص والله، أحس إنه مرة تعبت، فآخر مرة إن شاء الله حغسل السيارة في البيت، أودي أغسلها برا، مرة متعبة. المهم وجبت هذا حماية حق السيارة اللي تحميها من الشمس، هحطها هنا بما إنه اليوم ماني خارجة. فحطها هنا لحد بكرة، وبعدين كل ما أخرج أشيلها. شوفوا هذا ما أعرف تركبه، هذا اللي قدرت أسويه، خلاص حطيته زي كده وأخليه تحمي إذا نزل يعدي اللي هي. المهم شوفوا، متخيلين هذا الزبايل كلها كانت في السيارة، أنا سيارتي مرة نقطة يعني كان باين مرة. المهم حشيلهم كلهم من هنا وارميهم في الزبالة حقت الشارع. ما عندي مبخرة لتبخر السيارة، فححط البخور العادي. صح إني ما نظفت السيارة مرة كويس، بس يعني خلاص حبخرها برضو. شوفوا حطيتها هنا، هقفل عليها السيارة شوية لحد ما يتبخر كامل السيارة وبعدين اطلعها. طيب يا حلوين، حاليا العصر تكون فترة طبخ، بما انه مرة طفشنا من حاجة اسمها معجنات وسمبوسة وذي الاشياء حقت رمضان، فاليوم قررت ان اسوي صينية مكرونة بالوايت صوص، وحسوي كمان شربة كريمة. تمام، يعني اليوم الاكل ابيض في ابيض. هنا سلقت المكرونة وحطيت عليها التونة، التونة سويتها على النار، تونة نظبطها كده على النار بالبهارات وكل حاجة، وهحط عليها الوايت صوص هذه اللي هي عبارة عن قشطة وكريم الطبخ وجبنة، وكمان حطيت عليهم ملح وفلفل أسود.
هحطهم على الوجه هنا وهدخلهم الفرن لحد، وبعدها هبدأ أسوي شوربة الكريمة اللذيذة. طيب فهبدأ أوزع الصوص على الصينية. المهم وبعدها هنحطها في الفرن لحد ما تتماسك مع بعض، مش تتحمر، المهم تتماسك مع بعض. شوفوا عندي هنا خلاص الشوربة جهزت، هحط عليها شبت، عندي شبت مفرزن زي ما هو يعني بفرزنته، هاخد قطعة واحطها على طول في الشوربة. شوفوا زي كذا زي ما هي، شفتوا كيف حطيتها بقطعتها، هقلبها شوية وبعدين خلاص هقفل النار. وكذا الشوربة الجميلة جاهزة. شوفوا هذه المكرونة كده حيصير لونها خلاص كفاية، مو لازم انه مرة تتحمر، فهمتوا؟ من بعد الساعة 10 أبدأ عناية. اليوم هحط هذا الماسك، هحطه على وجهي اللي هو قناع الفحم، عرفتوا اللي يجي لونه أسود. المهم إنه زمان كنت أشتري، ما شاء الله على عمار، المهم ما شاء الله تبارك الله في بيتهم لكن صوته يوصل عندنا. المهم زمان كنت أشتري واحد دائري، لو تفتكروه متابعاتي القدامى يفتكروه، كان في واحد دائري كنت أخذه من جولي شيك، يشيل أدق التفاصيل حتى الشعرات الوبر الصغير يشيله من وجهك، مرة كان كويس بس ما عاد يبيعه. فجلست فترة أبحث عن قناع يعني بنفس الجودة حق جولي شيك بس ما لقيت. هذا قريب منه يعني ماشي حاله، هو مو نفس المفعول، ما يشيل مرة أدق التفاصيل ولكن يشيل، يعني في بعض أقنعة الفحم أحطها على وجهي ما تشيل ولا حاجة، يعني أحطها وأشيلها ما تسوي ولا أي حاجة بس ترطب، فما عجبني. اما هذه الماركة شوفوها اشتريتها قريب، تشيل صراحة يعني احس ان وجهي نظف بعدها، فصرت خلاص ما اعتمدته، استخدمه مرة في الشهر، لانه لو كثروا تستخدموا الاقنعة هذه حقت ازالة الرؤوس تكتر عندكم المسامات ويصير خشمكم مليان نقط سودة، فمرة في الشهر احس مرة يكفي. فحطه دحين على وجهي واستناه ينشف وبعدين اشيله. يلا نشوف ايش عندنا اليوم. اليوم هنفتح رقم كم؟ 15. يلا حمود افتح رقم 15. امسك عشان ما تطيح. حطها هنا. طيب طيب شوف ايش مكتوب. تجربة ايه علينا؟ تجربة علمية. يلا هنسوي تجربة. يلا الادوات اللي حنحتاجها للتجربه بيضه واي ولاعه وزيت وعلبه. طيب هيحط لتينا البيضه فوق. حطيتها. يلا شوفوا ما تدخل البيضه ابدا، حنخليها تدخل. تمام هذه التجربه لازم احد كبير معاكم، ما ينفع مع الاطفال لحالهم. يلا اول حاجه شيلي البيضه. شيلها. يلا حطي زيت حوالين العلبه. انا كده بيدي. ايوه دهنيها كلها بالزيت. يلا الاطراف كلها حنحط عليها زيت. وانا ولع. لا يلا بعدين حنجيب منديل وحنولع بالولاعه ونحطه جوا. تمام هذه لازم الخطوه هذه لازم احد كبير يسويها. هات حمود الولاعه. شوف حنولعها شويه وحنحطها جوا. يلا لتين حطي البيضه. يلا حمود شوف شوف شوف, شوف البيضه لما تدخل. يلا يا بيضه ادخلي. والله قالوا انها تدخل. طبعا حاولنا بكل الطرق، شوفوا كيف حاولنا بكل الطرق بس مو راضي تدخل، فايش نقول؟ لم تزبطوا معنا. خلاص ما زبطت، تجربة فاشلة. اليوم السحور من جيراننا الله يعطيهم العافية يا رب ريحوني، ما سويت سحور، سووا عزيمة وارسلوا لنا.
قالوا لحد يطبخ سحوري اليوم، فخلاص هو نفسه السلطة أنا سويتها، ما عندي بقدونس. شوفي جبت الثانية ركبتها هنا، هذه اللي هحط فيها كيس ويخليها للزبالة، وهذه اللي هخليها للأدوات اللي أحتاجها الضرورية السريعة. شفتوا كيف؟ عشان كذا أول قلت لكم إنه هذه خليتها للأشياء، وحجيب واحدة زيادة هخليها هذه للزبالة. المهم حطيت كل الصحون هنا في الغسالة وحبدأ أشغل عليهم، ولهنا نكون وصلنا نهاية فلوق اليوم. بعد السحور أنا بس أطلع أجلس أبدأ، بعد السحور بس أطلع أحاول إني أقرأ قرآن شوية وبعدين أنام، ما عندي أي حاجة أسويها. فلهنا نكون وصلنا نهاية فلوق اليوم، أشوفكم على خير في فلوق بكرة، ومع السلامة.